اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ اللبناني. احنا متفقين ان يوم الثلاث من كل اسبوع بنتجول داخل المطابخ العالميه منها المكسيكي والهندي والصيني وكمان المطبخ الطلياني. النهارده حبيت اخش المطبخ اللبناني واتفحص فيه كده واجيب اشهر الاكلات. في طبعا عندنا التبوله عروسه السفره، مكوناتها بالتاكيد تكون اقرب لكل القلوب في تسبع السفره، اذا كان بقدونس، اذا كان خس، اذا كان برغل، طماطم، البصله اللي بتاخد البهار الحلو في التتبيله، فبالتاكيد التبوله لها مذاق خاص على كل السفره سواء سفره لبنانيه او سفره عربيه. معانا النهارده دجاج هنعمله مسخن النهارده. الدجاج المسخن أكلة مشهورة في الدول زي فلسطين، زي الأردن، زي لبنان، زي سوريا، الشعوب الشقيقة دي. طبعاً عشان نعمل المسخن بالتأكيد له طعم تاني يتميز مع البصل والسماء، دي هي أسرار عمل المسخن، بوجود طبعاً العيش السوري المعروف ده اللي هو بيسموه عيش الصاج أو خبز الشراك اللي احنا عارفينه ده، وده لازم هو البطل بتاع المسخن. هنشوف نعمله مع بعض إزاي مع فرخة سليمة هنسحبها مع بعض. المطبخ اللبناني لا يخلو من الفطاير، سواء صفيحة سواء معجنات أيا كانت. هنعمل النهاردة مع بعض فطاير بالزعتر مقلية، ولما نقول مقلية نحط النقط على الحروف، بتاخد خميرة ولا بتاخدش، بتاخد بيكنج باودر ولا ما بتاخدش. الخبرة الطهوية هنا بتلعب دور عشان العجينة تتحمر وتبقى كريسبي ولطيفة وزي الفل، مذاقها والتوبنج بتاعها زعتر جبنة حسب الرغبة. مش عايز أطول على حضراتكم لأن المطبخ النهاردة لطيف وحلو، وفرصة نوجه تحية كبيرة للشعب الشقيق الشعب اللبناني واللبنانيين حبايبنا من أرض الوطن مصر أم الدنيا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لخط سير الحلقة. معانا فراخ هنعملها مسخن وما جبناش صدور لأن أنا بحب دايما الشيش طاووق يتعمل بالفرخة، وخاصة الفخاد بتبقى لطيفة أحلى من الصدور. فأنا معايا الفرخة سليمة هسحبها دلوقتي مع حضراتكم ونتعلم إزاي ممكن نجيب فراخ نسحبها في البيت. ولكن أنا ما بنصحش طبعا إلا لما تكون عندك الخبرة القوية في إنك تسني سكينة، ولازم السكينة تكون حامية عشان الفراخ ما تتهريش معاكي، وده مطلوب. تعالوا مع بعض نشوف مقادير مسخن الدجاج على الطريقة اللبنانية بخفة دم مصرية. فرخة وزنها تقريبا 2.5 كيلو، معانا خبز صاج أو خبز المرجوج أو خبز الشراك، ده المسميات بتاعته في كل الدول العربية، إخواننا السوريون طهاه فيه ومحترفين في عمايله. معانا كمان زعتر ومعانا كمان بصل وتوم، دي التوابل، والأساس هنا عصير الحامض وزيت الزيتون والسماء. عصير حامض وزيت زيتون وسماء، التلاتة دول والثلاثي ده هم دول عنوان عمل أكلة مشهورة جدا اسمها المسخن. ده مشهور جدا في المطبخ اللبناني والمطبخ السوري والمطبخ الفلسطيني زي كده مع بعض. أو الفرخة هي زي الفل، بتحطيها في الفريزر شوية تتشمع تمسك نفسها، لأن ما انصحكيش إنك أنت تسحبي الفراخ وهي سايبة يعني وهي مدبوحة لسه، زي كده الجزار أو البوتشر لما يذبح الخروف بيحطه في التلاجة يتشمع، يوم يقطع منه يقول لك اذبح ذاك قدره، يذبح ذاك قدره. اه فرخه كده زي الفل هنشفها وتعالوا نسحبها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. حلو الكلام، حلو الكلام. اللهم صل على النبي. بنجري نمسكها هنا من الجناح ده كده، والسكينه عارفه هي ماشيه رايحه فين وعارفه طريقها بالشكل ده كده. واهم حاجه انك ما تطلعيش لحم في العظم، العظم ده ما يترميش يا ست الكل. بتاخد العظم ده تشيليه في الثلاجه، اخر الشهر المصروف بيكون قل، مضينها من اول الشهر بقى المحمر والمشمر، بتاخد العظم ده تطلعيه من الثلاجه مع بصل مع طماطم مع توم، بتعملي بوكيه جارنيه، تغلي العظم ده، وده اشهر الفنادق واشهر المطاعم بيستفيدوا منه ويعملوا منه صوص الديميجلاس وصوص الباربيكيو زي الفل. عينيه مخرجنا عايز يشوف الصورة واضحة. يا غالي أنا معاك أهو. حاضر أهو، أنت في المطبخ اللبناني النهاردة. كده وسكينتك تكون صغيرة في إيدك عشان تتحكمي فيها، ما ينفعش أسحب فرخة بسكينة كبيرة، سكينة صغيرة كده مشط يعني بيسموه،
او كازلك، اخواننا الجزارين يسموه كده. انا بقول يعني لو انت حابه، ولكن انا ما انصحكيش. انت بتوصل الراجل الفرارجي قول له سحب لي الفرخه ويديها لك زي كده زي الفل. شوف العظم طلع ازاي بقدر الامكان. ده ما بيترميش، ده بناخده زي ما هو كده بنخليه طبعا، وتشيليه في قلب الثلاجه بالشكل ده كده. عظم 2 3 4 من وقت للتاني هتقدر انك تعملي شوربه حلوه في البيت. اصبح ان الفرخه كده معايا زي الفل. نشيل ده في طبق كده جانبي عشان نوسع لنفسينا. اللهم صل على النبي. نخلي ده كده هنا، ونيجي عند السد الفخذ ده كده، بنضرب السكينه هنا كده بالشكل ده كده، وطلعي العظمه دي نمسكها من هنا كده اهو، ونيجي هنا بنفس القصه اهو. اهم حاجه انك تخلي حته حلوه طبعا، انا عشان مع حضراتكم على الشاشه واحده واحده، انما لو انا مع نفسي بتعامل اهوت، واجي ضرب السكينه كده اصبح هنا الورك في ايدي اهوت اه، وزي الشعره من العجين اه. حلو اه. دي واحده نفس القصه هنا اه، نيجي هنا كده اه، السكينه ماشيه كده، واول حاجه تخليها من هنا، ونمسك العظمه كده اه، وتعملي كده اه. اللحم ده عايزينه اه. تعملها بقى شاورما، تعملها مسخن. في اكله مشهوره جدا في المطبخ اللبناني اسمه دجاج مسحب بالثوم والليمون. الفرخه زي ما هي كده بتاخد عصير ليمون وثوم وتخش الفرن، تاخد اللون الذهبي، تطلع الواحد يقزقسها كده زي الفل. الحاجات دي كلها طبعا لازم انت تبقى عارفاها طالما دخلنا المطبخ اللبناني. اصبح ان الفرخه كده زي الفل. الجناح ده انا بخليه عنوان. حلو الكلام. ونفس القصه هنا كده، ونمسك الفرخه كده ايه اهو، نوسعها كده تاخد شكل كبير شويه علشان هنتبلها دلوقتي في قلب الصينيه اه. كل ما تقطعي منها كده، احنا بنعمل لايف بعد الهواء وبنجاوب على كل الاسئله، واعتقد البيتزا انا عملتها ومقاديرها موجوده على الشاشه. ايه رايك في الفرخه دي كده مخرجنا؟ مفيش دم اهوت، وانت بتخاف من الدم وانا بخاف من الدم، واللي بيخاف من الدم يبقى قلبه ايه حنين. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنتبل المسخن بتاعنا. بنجيب توم، التوابل بتاعتي هنا المسخن، حطيت شويه بابريكا، شويه زعتر، ملح وفلفل، وبهار حلو. ايه هو البهار الحلو ده يا عم الشيف؟ بتروح عند العطار عندنا في وسط البلد، الناس الطيبه اللي بتجي لكل الدنيا من كل دول العالم تاخد العطاره من عندنا. حلو، اللي هي الكوبيبه الصيني بيسموها، والمسمى بتاعها عند اخواننا في المطابخ العربيه والمطابخ الشاميه اسمها بهار حلو. التتبيله كده زي ما هي زي الفل، بقلبها كده اهي، وتلمسها بايدي كده، والقوام بتاعها زي الفل بالشكل ده كده اه. بس خلاص لغايه كده زي الفل. جريلا سخنه معايا، اللهم صل على النبي. وعندي بصل هنقطعه دلوقتي شرايح جنب الفرخه كده. حلو الكلام. شوفوا هشتغل ازاي، لازم بالطريقه اللي انا شغال بيها دي كده. نخلي العيش ده هنا، ونجيب بوله كده، وناخد البصل بتاعنا ده كده يتقطع شرايح، لازم يتقطع شرايح كده عشان هياخد سماق دلوقتي وتوابل. ناخد البصل ده كده، سماق مع بصل مع زيت زيتون بيساوي مسخن. البصل ده هيخش دلوقتي على الجريلا ياخد تشويحه، والفرخه هنا ناطره، طبعا ناطره دي باللبناني يعني مستنيه. حلو، التوابل والبهارات والجريلا عشان تستوي. ادي البصل بتاعنا بالشكل دول، دول كفايه. هنحط عليهم دلوقتي بقى ايه، السماق. ادي السماق اهوت اللي مش عارف شكله، ده موجود عند العطار، ده سماق. شويه زيت زيتون على السماق مع البصله. حلو،
ونحط شويه الملح التمام، ونمسك البصله دي نفركها مع البصل مع السماق والملح. اخواننا اللي بيتابعونا دلوقتي، لازم كل اكله لها اصولها. بعمل تبوله يبقى انا قاعد على السفره شايف ان دي تبوله، ما اسالش، ومجرد ما اعرف ان دي تبوله ده اعرف ان هي معموله صح. لازم الخس داير ما يدور، لازم البقدونس، لازم البرغل باين فيها، كل ده. الجريله بتاعتي سخنه زي الفل، بحط شويه زيت صغيرين وانزل بالبصله دي كده. اللهم صل على النبي. زي ما انا شغال كده حلو قوي. الفرخه عندنا زي الفل. والبصل بيتحمر في حاله تحميره. بنشيل الفرخه زي ما هي كده اهي. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري اهي. اللهم صل على النبي اهي. في قلب الطاسه. واخد الجوسي، واخد التتبيله اللي انا عاملها اهي اهي، واشربها كده تاخد تشويحه على النار، تخش الفرن بقى، تطلع بألف هنا وشفا. معانا خبز الصاج بنقطعها، بنعملها سندوتشات، بنعملها اصابع، بنقدمها زي ما هي حسب الرغبه. اللهم صل على النبي. هي دي الطريقه، سهله وبسيطه. حبيبتك في المطبخ اللبناني، شوقتك للمطبخ اللبناني، حلو الكلام. ناطرين ان انتوا تعملوا الاكل اللبناني ده وتتواصلوا معانا على السوشيال ميديا وتقولوا والله يا شيف معاك حق، ده سهل جدا وبسيط وبيتميز فعلا. هناخد الطاسه دي او الجريلا دي ندخلها الفرن بعد اذن مخرجنا، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير عشان نرجع نشوف هنعمل ازاي المعجنات مع بعض واحنا شغالين واحده واحده. الفرن هنا درجه حرارته 180، خليه على 200 بقلب جامد. اهو يلا، واخدها زي ما هي كده وادخلها الفرن. اللهم صل على النبي. بص عليها نظرة الوداع لمدة 30 دقيقة تقريبا. اللهم صل على النبي. فرخة اتسحبت، شلنا منها العض، خدت تتبيلة وفليفر من الطعم اللبناني ولكن بخفة دم مصري. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لشوية معجنات فطاير بالجبنة والزعتر. معانا التبولة عروسة السفرة، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأسرار عمل المعجنات من المطبخ اللبناني. لما أقول معجنات يعني فطاير، يعني ممكن نعمل صفيحة، نعمل الحواوشي، نعمل فطاير كتيرة قوي بطعم مختلف، سواء بالزعتر سواء بالجبنة حسب الرغبة. وعلى فكرة أطباق المقبلات في المطبخ اللبناني بتتصدر السفرة وقائمة الطعام في أي مكان، ويتميزوا بكده المطبخ اللبناني أو السوري، بداية من الهندبة. عارفين إيه الهندبة؟ اللي هو السريز بتاعنا في الريف المصري والصعيد المصري، اللي احنا ممكن نعدي عليه كده ونقول له باي باي. ده اغلى انواع المقبلات في المطبخ اللبناني، اللي هي الهندباه اللي هو السريس، بيتعمل بزيت الزيتون وعصير حامض وتوم، تاكل صوابع كره. وان شاء الله هنعمله مع بعض، وانا موصي صديق ليا ان شاء الله هيجيبه لي ونشوف نعمله مع بعض ازاي. ولكن خلونا نعمل شويه الفطاير بتوعنا واحنا شغالين كده. الزيت عندي جاهز، نطلع بمقادير الفطاير بالزعتر يا استاذ رحاب. معانا كوبين من الدقيق، ميه دافيه، شويه ملح، معلقه سكر. بنعجن عجينه لطيفه، بنسيبها تتخمر. تتخمر هي فيها خميره يا شيف؟ لا طبعا، الدقيق كلنا عارفين اللي هو فيه الدقيق فيه ماده الجيلاتين، لازم ماده الجيلاتين. هنا لما بنعجن العجينه بنترك العجينه اقل حاجه 30 دقيقه علشان نعرف نفرتها وناخد منها الشكل اللي احنا عايزينه. التوبنج بتاعنا والحشوه بتاعتنا، معانا زعتر، معانا زيتون، معانا جبنه قريش حلوه. انا عايز اربط المطبخ المصري بالمطبخ اللبناني، فما رضيتش اجيب جبن تانية خالص، جبت الجبنه القريش بتاعتنا اللي هي من الصعيد المصري والريف المصري، والطعم برضه هيبقى طعم لطيف وجميل. تعالوا نشوف ازاي هنعملها مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه، تقدري تصوريها بالتليفون او تكتبيها ورايا، سهله وبسيطه لا تتعدى اصابع اليد الخمسه. عباره عن كوبين من الدقيق،
والزعتر، شايفين صورته الحلوة على الشاشة. الزعتر ده فكرة غير الزعتر البري، ده زعتر اللي هي الدقة، عبارة عن سمسم وزعتر وبياخد بهارات وبياخد بابريكا، لطيف وجميل، بيخش في المعجنات، بيخش في الصفيحة وفطاير بالزعتر والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها. هناخد العجينة بتاعتنا كده نقطعها نصين. هعلمك حاجة، تعرفي ان العجينة خدت المسام بتاعتها وخدت مراحل التخمير ولا لا؟ اول ما بتتعب بالسكينة وتشوفها كده، لقيتها كده طبقات في التقطيعة دي، تعرفي ان العجينة خلاص جاهزة للفرد. عندك ولادك الصغيرين في كل بيوتنا بيحب ان هم يخشوا المطبخ يلعبوا في العجينه دي كده بايديهم، بيفرحوا بيها من ايام العجين الصلصال، فما تخلوهمش يلعبوا في العجينه دي، عشان لو اما لعبوا فيها مش هتتفرد معاكي بسهوله. خلي بالك، هنفردها مع بعض كده اهو، ومعايا قطاعات، منها الكبير ومنها الصغير، دي مجموعه قطاعات كده بتتباع في اي محل بتاع ادوات منزليه، وبنفرد العجينه بالشكل ده كده، وتكون رقيقه جدا طالما احنا هنقليها. الله ينور يا ابو السيد. ونحط شويه الدقيق الحلوين على العجينه. عينيا والله مكانها هي، مش هحركها طبيعي. بس بحط شويه دقيق كده علشان يسهلوا عمليه الفرد. طبعا خط سير الحلقه وتنظيم الوقت مهم جدا في المطبخ. انا بدات الحلقه دايما الاستاذ رحاب بتقول لي هتبدا بايه؟ بالفرخه، سحبتها وحطيتها في الفرن. انا شغال في المعجنات، الوقت هنا اللي احنا فيه ده كده الفرخه بتستوي، فطالما انا بعمل سفره وبعمل غدا ما ينفعش ان انا اضيع وقتي في المطبخ في حاجه انا هتاخد مني وقت في الفرن وابدا ان انا اسويها. لازم تنظمي وقتك بالشكل ده كده. شفتوا العجينه اتفردت ازاي؟ الحته دي عايزه تفرد شويه. دول يعملوا تقريبا 20 فطيره. لو بتشتريها من بره هتلاقي الواحده ب 10 جنيه وب 8 جنيه وب 7 جنيه ومتش عارفه الحشو ايه. شفت العجينه اتفردت ازاي بسهوله، دي ما فيهاش لا خميره ولا بيكنج باودر. مكوناتها كالاتي: كوبايتين من الدقيق، معلقه ملح صغيره، معلقه سكر، ميه دافيه. حطيت معلقتين زيت زيتون، اهلا وسهلا. زيت طعام، اهلا وسهلا. العجينه اهي بتريحها كده، ومعانا القطاعات بتاعتنا. فين يا عم الشيف؟ ونقطع لنا كده شويه مع بعض. هنحشيها دي يا شيف جبنه، نحشيها زعتر، عايز تحشيها جبنه موزاريلا اهلا وسهلا، زي ما انت عايز. عايز اصغر من كده عصافيري مفيش مشكله. معانا قطاعة تانية اهوت برضو عشان حضراتكم ما تحبوش الكبيرة، نقطع صغير وهكذا. وهنشوف ازاي نقفلها طفيرة مع بعض. طبعا العجين الباقي ده اللي انا هشيله دلوقتي ما ينفعش يترمي. بتلميه على جنب وتسيبيه لمدة 10 دقايق وتتعاملي معاه عجينة عادية خالص للفرد. حلوة. وده ما يترميش يا اختي، ما يترميش يا امي، ما يترميش يا خالتي، ما يترميش يا عمتي. يتحط كده جنب العجينه بالشكل ده كده. وتعالوا مع بعض نشوف ازاي هنحشي شويه الفطاير دول مع بعض. الكبار نخليهم على جنب والصغيرين نخليهم على جنب، وطالما العجينه عليها دقيق مش هتلزق باذن الله. عشان العجين او اللي انت مقطعاه ده ما يلزقش ببعضه لازم تحط دقيق بين العجين وبعض. حلو الكلام. الحشوه هنا زعتر وجبن، نعملها مع بعض. معايا جبنه قريش بالشكل ده كده. انا شخصيا بحب شويه الكمون على الجبنه ديت، بستمتع بيها. والبطيخ دلوقتي ما اقولكمش، ده طبق المفضل بالليل، بطيخ جبنه قريش كمون، ويا سلام عليها شويه نعناع، شويه زعتر. حلو الكلام. شويه بقدونس، حلو، شويه نعناع يابس. وانا بحب الكمون احط شويه كمون، انت ممكن ما تحبش الكمون ما تحطش كمون، حسب ما انت حابه. ونقلب دول مع بعض. حلو قوي. تعالوا مع بعض نحشي فطاير كده مع بعض
بس خلونا طبعا قبل ما ابدا في الفطاير نبص بصه حلوه على الفراخ. ايه رايك مخرجنا جاهز؟ شفت ازاي بتلمها كده وتاخد الحشوه دي كده وتقفلها كده باطراف ايدك كده. حاضر. شفت ازاي عملتها؟ زي الهلال زي القمر يا قمر. حلو. حاضر. بس خلينا نعمين. حاضر حاضر عيني. بس نقفل دي كده. شفت الضفيره دي كده؟ اخليها هنا جنبي. بص عليها كده براحتك. حلو الكلام. تتبيله الفراخ اللي انا عملتها من شويه المسخن كالاتي، ونستاذن الاستاذه رحاب بمقادير مسخن الدجاج على الشاشه: زيت زيتون، عصير حامض اللي هو عصير الليمون، زعتر، ملح، فلفل، بابريكا، بهار حلو، كل ده مع بعضه مع توم. سحبنا الفرخه، جبنا بصل قطعنا جوانح شرايح سلايز، دي مصطلحات طهويه مالكيش دعوه بيها. شوف انا قطعته ازاي، قطعيه زي ما انا قطعته. جبنا جريلا او طاسه، خدنا الطاسه دي حطيناها على النار تكون شديده الحراره، حطينا البصل شوحناه بزيت زيتون بسماه. يا نعم. حاضر عيني. عيني عايز تعيش مع الفرن، بس اوعى تاخد الفرخه الله يرضى عليك، لان بدا شكلها يحلو في عيني، بتاخد الشكل البرونزي. حلو. حلوه دي بقى، دي المسحب على الهواء. الله عليك مخرج شاطر. الدجاج المسحب على الشاشه، فرخه وزنها 2 كيلو عشان تقدري تاخدي منها لحم، وتحطها في الثلاجه تتشمع. يعني ايه تتشمع يا عم الشيف؟ زي اخواننا الجزارين يذبح الخروف يحطه في الثلاجه شويه عشان يعرف يشفيه او يقطع منه. السكينه بتريحه، ما ينزلش دم، ما يغرقش الدنيا، كانه بيقطع في قالب حلاوه الطحينيه. ادي الفطاير بتاعتي. احنا هنا مدرسه، تعلمي ازاي تعملي شويه فطاير. الحشوه دي بتاعتك، انا بحب الجبنه دي، انت عايزه تحط موزاريلا مش هتقول لا، عايزه تحط جبنه شيدر مش هتقول لا، عايزه تحط زعتر بس مع خضره زي بصل، بقدونس، طماطم زي ما انت حابه مش هتقول لا. حلو. عايزه تحشيها لحمه مفرومه يا ويلي احسن مني. جيبي شويه لحمه مفرومين ضاني، حط لهم شويه صنوبر بقى وخليكي كريمه واحنا بنستاهل كرمك، او شويه لوز وحط اللحمه المفرومه جواها واحشيها. بس اهم حاجه انك انت تضفريها الضفيره ديت زي ما انا شغال كده، عندي زيت شديد الحراره بيسخن. حلو الكلام. اول ما ابدا احط الفطاير بهد النار بيه وابدا ان انا احمر. سخن معاك زياده عن اللزوم، هتجيبي نص برتقانه وتحطيه في قلبه. كان السؤال بالكنترول دلوقتي معرفش مين بيساله، بيقول لي دي شبه السمبوسه الاسكندراني. انا في المطبخ اللبناني مع احترام الكل الاسكندرانيه والبحروه وكل حاجه، اتكلم لبناني هيك ودخيلك ويا قلبي يا عمري حياتي نطرك، ما لهاش علاقه بالسمبوسه دي، فطاير بالجبنه هو ده. ولازم تتضفر كده. ندخل على الصغير. الفرن قافل الفرن. حاضر يا فندم. نبص على الفرن. ايه الفرن؟ الفرن فيه فرخه ودرجه حرارته عاليه جدا وبتسحب، هي بتستوي، حاططها على الشبكه عشان تحمر واحنا مع بعض اهو. ونقفل الفرن بتاعنا عشان نكسب وقت. انا هتني شغال في الفطاير دي لغايه لما مخرجنا يقول لي اطلع فاصل، علشان الم الليله اللي قدامي دي من على الكاونتر بتاعي واظبط الدنيا، عشان هخش اعمل دلوقتي الكوشه بتاعت العروسه. كوشه عروسه يا شيف. تبوله، التبوله ده على السفره زي العروسه في الكوشه. عليها خروف ضاني هي التبوله رقم واحد. عليها ديك رومي متكتف التبوله رقم واحد. عليها فخده ضاني بالروزماري والثوم التبوله رقم واحد. ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل مع عروسه السفره اللبنانيه والشاميه والسوريه والمصريه والدوليه، التبوله اللي انا بعشقها بمكوناتها. قلب الصغير لا يتحمل مع شويه بقدونس، برغل، طماطم، عصير حامض، زيت زيتون. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لشويه فطاير عملتهم مع حضراتكم. مخرجنا الجميل هيجيب الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. دي
مع شويه ملح شويه سكر ميه دافيه معلقتين زيت، حولناهم بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه. ربطنا بين المطبخ الصعيدي والمطبخ الريفي المصري، ما بين المطبخ اللبناني بالطعم والفليفر والشكل. تعالوا مع بعض، الزيت اخباره ايه؟ زي الفل. حلو. طب سخن ولا ما سخنش؟ تعالى عشان ما نبوظش فطيره نعمل حاجه لطيفه قوي احنا مع بعض. باخد نص ليمونه كده، حلو، وناخد نحطها في قلب الزيت. والله سمعت صوت طش يبقى الزيت زي الفل، ما سمعتش طش يبقى ما سخنش. تسمع معايا يا شفيق ولا ايه؟ لا لسه شويه، هنسيبه شويه مع بعض، ما تقشش، هنسيبه شويه مع بعض علشان نخش على التبوله. نستاذن مخرجنا الجميل مقادير عروسه السفره وهي في الكوشه من الخص البلدي بتاعنا، ده الكوشه بتاعتها، ده الورد بتاعها. لازم التبوله يحتويها خص بلدي. بقدونس، نعناع اخضر، طماطم، برغل مغسول ومنقوع وليس رز مصري، بصلايه مفرومه ناعم بتتفرم مع البهار الحلو. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. ما تنسيش عصير الحامض وزيت الزيتون. حلو الكلام. الطبق بتاعنا فين؟ اهو الكوشه بتاعتها اهي. التبوله لازم كده. اخوانا اللي بيجيبوا الاطباق اللي هي لونها بني دي واخد على الفخار، ومقاديرها على الشاشه شايفين الخس اهو اتحط كده، وخس نضيف بقى يتغسل عشان بناكل التبوله بالخس. اللي بقى حلو اهو شايفين، ما تكنطرش وما تقلبش كتير بقى، يعني انت حطهم في الزيت كده وسيبيهم، ما تفرحيش بقى بالعجينه زي الشيف كده وتقعدي تخبطي بالسكينه وتقلبي والجو ده كله. سيبها كده هي لوحدها، لما تستوي هتلاقيها عمت على الوش. واحده واحده عشان يبقى في فاصل بين الواحده والثانيه ما يلزقوش في بعض. هنملى المصفى بتاعتنا واحنا شغالين. سؤال من الكنترول لطيف، والله بنت حلال بتقول لي يا شيف بوغازي لو حبيت اخزن السمبوسه دي وانا موظفه وبشتغل وما عنديش وقت اعمل اللي انت بتعمله ده، وعندي وقت بالليل قاعده مع الاولاد وعملت الشغل ده يتخزن؟ بنفس الطريقه دي بتعمليهم، وتجيبي اطباق اللي هي بتاعت التلاجه ترش فيهم شويه دقيق، وتحط الفطاير دي، وتحط بين كل طبقه وطبقه رق من الرابل او البلاستيك، وتحط طبقه تانية، وترص طبقتين ثلاثه فوق بعض، وبعدين تغطيها ما تحطهاش مكشوفه، وتحطها في قلب الفريزر. درجة الفريزر لازم تكون عالية جدا في تجميد المعجنات عشان العجينة ما تتخمرش منك وترتاح منك على ما تجمد، لازم تكون درجة التبريد عالية جدا. شفت السكينة ماشية ازاي في البقدونس زي السكينة في الحلاوة؟ ما نعيدش السكينة تاني على اللي احنا فرمناه علشان مية البقدونس ما نفتقدهاش، خلي بالك ده مهم جدا. زي ما انا شغال كده اهو، ادي البقدونس اتفرم زي الفل. تعرفنا ازاي ماسكة السكينة ونفرم بقدونس ازاي. بنجيب بولة حلوة كسرولة عشان نتبل مع بعض التبولة. وانا شغال ده البقدونس. حلو، هنشيله على جنب كده، وتعالوا نشوف التركايه اللي الشيف هيعملها. بصلايه مفرومه ناعم، هي دي التركايه. بصلايه صغيره خالص، ونحط عليها يا عم الشيف شويه بهار حلو، ونمسك البصلايه دي نفركها مع البهار الحلو وشويه الملح. البهار الحلو اللي هي الكبوب الصيني مع شويه ملح. اخبار الفطاير ايه؟ هجيلك دلوقتي يا فطاير. ادي شويه الملح. ركزي معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. ادي البصلايه خدت البهار الحلو والملح، دي قواعد عمل التبوله، غير كده ما تخترعيش، غير كده ما نقلفش. شفتي؟ عشان اللبنانيين يحبونا. هنحط عليها برغل، هنحط على البرغل ده الطماطم. حلو الكلام، برغل وطماطم. حلو الكلام. ونحط عليهم يا عم الشيف عصير الحامض. اوعى تحطي توم، ازعل منك والله، ازعل منك وخصمك. اوعى تحطي توم على التبوله. الفطيره اخبارها ايه؟ لا انا اقلبها بقلب جامد. طلع الليمونه دي من هنا، اللهم صل على النبي. ونحط زيت الزيتون يا عم الشيف، غرقها زيت زيتون. تبوله حبيبها زيت الزيتون، عنوانها زيت زيتون، جمالها زيت الزيتون. وعصير الحامض. لان البقدونس بيشربه. حلو الكلام، تمام. حطيت كل ده يا عم الشيف، حطيت الملح، حطيت البهارات بتاعتك. وقلب كده الطماطميه مع البصلايه مع البرغل، واسيبهم كده يعيشوا شويه لان البقدونس ما بيتحملش. حلو الكلام، حلو الكلام.
وعندي البقدونس المفروم مسبقا بنزل بيه، وعندي البقدونس المفروم حاليا بنزل بيه، واقلب دول مع بعض. ادي التبوله. بس تقلبي التبوله دي بقى وتعملي التركايه الاخيره دي بقى امتى؟ جوزك بيركض العربيه تحت، جوزك دخل صلى الظهر صلى العصر وقعد على السفره، لازم تعملي الخطوات اللي بقولها دي كده. التبوله لازم تتبل وتتاكل في الوقت الحالي. فاكرين حلقه المقبلات اللي عملتها دي؟ من السلطات اللي تتعمل وتتبل وناكلها على طول، ما تتحطش في الثلاجه. هتحط في الثلاجه هتصيص منك، الطماطم تنزل ميتها، البقدونس هيبقى شكلها مش حلو، مش هيعجبك. اهي التبوله كده جاهزه، بنغرفها في الطبق ده كده اهو. شفت نازله مفلفله ازاي؟ يا ويلي قلب الصغير لا يتحمل. سادة اللي سماها عروسة السفرة، سادة اللي سماها عروسة المطبخ. أهم حاجة إن الخس المصري البلدي بتاعنا يتوجها. يا ده ما تقلقش أهو، حاضر أهو. وأحط الطماطم دي كده، حط رمان، حط رمان. خلص التبولة، أروح على الزيت بيناديني. اللهم صل على النبي. أخبار الزيت، المال الحلال ربك مبارك فيه أهو. نشيل الفطاير دي كده ونغرفها مع بعض وهنشوفها دلوقتي حالا، عشان عايز اطلع المسخن بقى نبص عليه. اللهم صل على النبي. شويه فطاير من المطبخ اللبناني ولكن بيتكلم مصري. ادي الفطاير بتاعتي، الضفيره باينه حلوه ازاي، الف هنا وشفا للي ياكل اهو. الحشو ايه؟ لحمه مفرومه. حشو ايه؟ فراخ مفرومه. حشو ايه؟ جبنه بالزعتر. حشو ايه؟ جمبري. مش هتقول لا. اهم حاجه العجينه وخطوات عمل العجينه. ملاحظه حاجه هنا، ان تفاصيل الضفيره باينه. ليه يا عم الشيف؟ علشان العجينه مش متخمره، مش واخده خميره ولا بيكنج باودر. المهم نعمل تركايه حلوه هنا كده بقى زي اخواننا اللبنانيين اللي بنوجه لهم تحيه كبيره. رشه حب. ايه ده يا شيف؟ اه رشه حب دي. اه دي رشه سماء. هو ده التوقيع بتاع المطبخ اللبناني. او رشه زعتر من اللي انا حاشي منه. نوسع السفره دي بتاعتنا ونروق الدنيا دي كده. ما انا قلت سماء والله العظيم. حاضر. ما هو حب بس. يا شفيق انت محروم حب يا شفيق، انا عارف، انا عشان كده بقول لك حب. سماء سماء اهو. حاضر يا شفيق. حلو الكلام. نشيل ده كده ونوسع ده كده واروق المطبخ بتاعي علشان اطلع بالمسخن. معايا فرخه وزنها 2.5 كيلو، خمسة شايلينها الصبح. حلو الكلام؟ اه. الزيتون. حلو. خلاص انا خلصت، يعني انا دلوقتي بس عايز السفرة ارتبها كده علشان طبق التبولة ده لازم يكون هو عنوان السفرة. لأن أنا طلعت بقى بسرعة على فكرة. ولكن دي بتاخد شغل على فكرة. بقدونس ده علشان يتفرم ويتغسل ويتنظف، ده مجهود خلي بالك اه. الفراخ أمان يا فندم. اه. شوية الزعتر الحلوين دول كده، مخرجنا عايز برضه الشاه. دي بقى لما ينزل التوابل دي والزعتر على الفطاير وهي سخنة، موضوع تاني. بتاخد من الطعم ده، خلي بالك، اه. معانا المسخن بتاعنا. جبنا الخبز الصاج، حطيناه هنا كده. حلو الكلام. وتعالوا نشوف المسخن ده هنقدمه ازاي. حلو قوي. هنعمل ايه دلوقتي واحنا مع بعض كده حالا؟ هنجيب سكينه عشان نقطع المسخن مع بعض. ايه اخبار الدنيا؟ صلى على الحبيب قلبك كتيب. كله ناطر يشوف الفراخ وصلت لفين. حلوه ناطر دي، عجبك؟ عارف يا استاذ عادل امام حلوه دي؟ اه حلوه دي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. مسخن الدجاج وشويه زيت الزيتون، واخدين السماء، واخدين البصله والبصل بتاعنا المصري الجميل. اه. نجيب الخشبه الحلوه او البلانشه. ناخد دي كده عادي. الصوره حلوه انا عارف، عجباك. ونبدا ان احنا نقطع الفراخ دي مع بعض. حلو اهي. بص بص انا عايزك تبص على الفراخ. بص. حاضر 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 اهو. حاضر اهو كده تمام اهو. تمام. طيب انا عايزك تشوف الفرخه دي كده بعد، قبل وبعد بس علشان تدعي لي. م -م -م -م.
استوت. بص 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 ال 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 الورك بتاعها ينزل منها اهي اهي حال بنش. اللهم صل على النبي. والبصل بتاعنا اللي هو واخد السماء والجمال الحلو ده كده اهو. شفت الموزه بتاعت الفرخه دي؟ خليها كده كلها بعدين. شفت البصل هنا بقلبه مع السماء اهو ده كده. بعمل ايه بقى دلوقتي حالا؟ اصبر عليا، خليه قدامي كده اه. مسخن على طريقه المغازي، زيت زيتون، البصل عينيا عاين فيه زي الفل. حاضر يا اخوان. نعم حاضر عينيا حاضر. وناخد الفراخ دي كده اه. شفت التقطيع دي اه؟ سمع الصوت ده؟ الصوت ده بيعذبني اه. حاضر عينيا اه. الشكل ده كده زي الفل. اخد الفراخ دي يا عم الشيف احطها على الخبزه وخلصت. بس مهم جدا لازم نبقوا فاهمين البصلايه مع السماء ما نستغناش عنها. الفراخ اهي احطها هنا كده مكانها حلو كده اه. حاضر عينيا اه اه. الله. فرخه بس قدمناها بشكل تاني وبطعم تاني. يكفي ان هي من الطعم اللبناني والشعب اللبناني اللي احنا بنحبه. حاضر عينيا والله حالا دلوقتي والله العظيم اه زي الفل. اعمل ايه بقى دلوقتي اه؟ خرجنا عايز اشوف الصلصه دي وهي نازله على. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اه. البصله دي تاكل صوابعك وراها، فيها طعم الفرخه، الدهون بتاعه الفرخه، الجو ده كله زي الفل اه. الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي اه. شفت الخبزه هنا دورها هنا تشرب الصلصه دي اه. تاكل الخبزه وتسيب الفراخ للضيوف، ولازم يبقى الفراخ كده عايمه وغرقانه في البصل والسماء. ادي المسخن على طريقه الشيف المغازي، البطل هنا، عصير الحامض، زيت الزيتون، السماء، رشه بقدونس محترمه كده زي الفل. وحلقه النهارده اه عينيا عينيا. حاضر طبعا. احنا بعد ما بنخلص الحلقه نشوف التتر بتاعنا اكلة امي، المزيكا الحلوه اللي العالم كله حافظها دلوقتي بجد. ناس في ناس عاملينها رنات على الموبايل، حاجه لطيفه والله. اكتشفت الموضوع ده من حبهم لينا يعني. هنعمل لايف دلوقتي ونشرح اللي احنا ما قدرناش نقوله في الحلقه من التفاصيل. هل ممكن ينفع ان احنا تتبيله انا مش بحب السماء احط لا، احنا الاكله مع عنوانها علشان تبقى واخده الطابع بتاع بلدها. طالما احنا دخلنا المطبخ ده المفروض. انما عايزه تعمليها بحاجه تانية قولي فراخ مثلا بالتوابل، فراخ بالاعشاب، ولكن مسخن، عصير حامض، زيت زيتون، سماء. تعمل للفراخ بقى صدور، تعملها وراك، تعملها فخاد، دي بتاعتك انت. تبوله عروسه السفره، ما تنسوش شويه الزيتون الحلوين دول مهمين جدا. المطبخ اللبناني بيتميز بالزيتون، بالخضره، بالطماطم متقطعه، الخيار متقطع، الفطاير الحلوه الجميله اللي تنزلي بزعتر او سماء عليها وهي طالعه من الزيت سخنه كده، زي ما بنرص رشه بهارات على السمك المقلي بيدي طابع حلو وتشكيله حلوه وفليفر تاني. مطبخنا مطبخ لبنان النهارده، وهيك كانت قصتنا وحكايتنا النهارده مع بعض. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى حتى من المطابخ العالميه ولكن بخف الدم مصريه. منين يا مغازي؟ من مسبي. We'll be right back.